المباراة ازاي فنيا؟ الفرقة في اول 10 دقايق كانت ماشية انا قلت بشكل كويس، هنكسب بعد الكرة بتاعت الكرة زيزو بتاعت وبتاعت زيزو عمر بقى ايوه جابر، قلت شاطها هنكسب. وكرة شاطها بشكل يعني حلو قوي وتكنيك عالي ولسه في بداية المباراة، اول 10 دقايق واقفين على رجلينا وهجمة مهمة جدا حارس المرمى بيشيلها. ايه اللي حصل بعد كده؟ ايه اللي حصل في باقي المباراة؟ بصرف النظر عن ان انت في الشوط الثاني على فكرة برضو حاولت، ولما نزل احمد بالحاج برضو احد الصفقات المهمة لنادي الزمالك حاول وبقى يعافر وبقى يجري، بقى فيه تدفق، بقى عندك حيوية في الجانب الهجوم، بس مش لوحده، مش هيعمل حاجة لوحده. هي مش قصة لوحده، هي قصة ان انت يعني الماتش بقى لما بيخش فيه جون في تونس جزائر مغرب، بالظبط الماتش ما بتقلبش ماتش، يعني ما بتقلبش كورة. هتلاقي لعيب بينرفزك، هتلاقي خناقة، هتلاقي كورة بتطلع بره، هتلاقي الولد بتاع الكورة مش عايز يحدف لك الكورة، هتلاقي الجمهور ضاغط عليك، هتلاقي حاجات كتيرة جدا. فانت كان لازم تلعب ان انت ما تدخلش فيه الجون وان انت تحاول تسجل هدف. ده ما حصلش، تمام؟ ده ما حصلش، احنا ما قدرناش نسجل ودخل فينا جون. طبيعي ان انت بتهاجم في اخر الماتش فيخش فيك الجون التاني. انا ليا وجهه نظر ان احنا لازم نقفل على الفرقه دلوقتي، ده وقت ان احنا نقفل على الفرقه جامد، ده مش وقت ان احنا نعاقب، مش وقت عقاب، خلي بالك ان هي اصلا مش ماشيه. يعني وقت ان احنا نقف في ظهر بعض ونقف جنب بعض وان احنا طب انت نبقى شايف برضو يا كابتن ايد واحده. يعني في الماتش الاولاني في ماتش شباب بلوزداد، وكان اللعيبه بتلعب على ارضها وفي وسط جمهورها وبتخسر، بقول لك هي مش ماشيه، وما كانش في اي حاجه انت بقول لك تدركت فيها هي حتى هي لبدايه في هي بدايه هي الحدث. هي مش ماشيه، يعني هي مش ماشيه معاك خلاص. انت دلوقتي انت كنادي او كفرقه هي مش ماشيه، واقفه. يعني انت بقول لك 3 ماتشات في دوري الابطال عمرها ما حصلت في تاريخ الزمالك ان يعني انت ما تجيبش جول. لا انت كمان بتعمل رقم سلبي بانك 3 مباريات في البطوله دي بس، وانت دلوقتي بقالك 9 مباريات ما فزتش في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. انا بقول لك يعني انت بقالك 9 مباريات، سيبك يعني بقالنا 3 مباريات ما جبناش جول، ودي كارثه، يعني حاجه صعبه جدا جدا جدا. لازم الخط الهجومي بتاع نادي الزمالك يراجع نفسه، لازم يعني نشتغل معاهم بشكل كويس يا احمد، نشتغل انديفيدوال، نشتغل على الجون، لازم نرجع الثقه للاعبتنا، نرجع الثقه للمهاجمين بتوعنا. ده الطبيعي انه يحصل دلوقتي. ليه؟ هقول لك ليه. دول لاعبتنا يا احمد لحد اخر السيزون، تمام؟ علشان تتجنب الكارثه. الكلام اللي انا بقوله ده هو كلام العقل، كلام العقل، الكلام بتاع الجمهور، الناس اللي هي طبعا بتحب النادي من قلبها، بس طبعا مش فاهمه كوره قوي. هي فاهمه ان شيكابالا بيعرف يلعب، ان زيزو بيحط فاول كويس، ان انا عايز اكسب، انا فرقه كبيره، لكن ما بيبقوش فاهمين كوره زي المدربين او الناس اللي مارست اللعبه. التوقيت ده بتاع ان انت تدي ثقه لعيبتك وترجع الثقه لعيبتك باي شكل من الاشكال وباي طريقه من الطرق علشان نتجنب الكارثه الاكبر، ان احنا ما نشاركش في دوري الابطال السنه الجايه. فدي هتبقى كارثه اكبر.